السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة انا في الاقصر في بازار السياحة وعند بازار ندى، وهنتعرف دلوقتي على الاسعار بالكامل وفي تخفيضات، وهنعرف بقى من صاحب المحل عشان تعرفوا. السلام عليكم. حضرتك عايزين نعرف هتعمل عروض للقناة، متابعين القناة؟ تمام. خلاص ماشي. ايه وصف لهم بس العنوان بس عشان يعرفوا. انا وضحت الصورة لحضرتك عشان بس يعرفوا شكل حضرتك. شارع السوق القديم، سوق السياحة. تمام خلاص ماشي. محل ندى بازار. خلاص تمام ماشي. يا ريت بس حضرتك تبقى معايا. ايه دي الدخلة، دي الواجهة بتاعة المحل اهو زي ما انتوا شايفين كده. هي دي فضيات ولا بلاتين ولا ايه؟ فضيات. طيب اسعارها بتبدا من كام؟ يعني الجرام بيبدا من 20 وطالع يعني. الفضه بالجرامات برضه؟ بالجرام كله. ماشي. طيب واحجار الاسعار، الاحجار الكريمه اسعارها برضه بالجرام كلها. طب ده نوعه ايه؟ ده عجيج. وده عجيج برضه. ده صدف. ده لابس لازوري. علي صوتك معلش. ده لابس. ده عجيب. طيب ماشي. بالنسبة للفضة، الناس لو عايزة مثلا تفرق ما بين الحاجة الفضية والحاجة التقليد، هتفرقها ازاي؟ يعني انا مثلا لو حد عايز يغشلي يبيع لي مثلا الخاتم ده على انه فضة وهو يكون بلاتين، اعرف ازاي؟ هتروح تكشفي عليه في ورشة فضة. هيقولك ايه الفرق مثلا كان فضة او مش فضة. لا انا نفسي يعني انت عايز تبيع لي الحاجة وانا مش عارفة ان كانت فضة ولا لا، ايه اللي يفرق الفضة عن غيرها؟ هوريكي في دي وهوريكي دي. خلاص تمام ماشي. يلا هنتابع مع بعض ونشوف الفرق ما بين الفضة والبلاتين عشان محدش يغشكم ولا يتعامل. اهو ما انتوا شايفين كده حاجات تحفة قوي. تعالى بس شوف لنا الاحجار الكريمه دي. دي كريستالات اصليه ولا تقليد؟ لا كريستال. تمام. انواع الاحجار بقى، انواع الاماتيست. انواع الاحجار واللابس والتكواز. فين الحاجات دي؟ قولها لنا. شوف ده الاماتيست. تمام. وده اللي هو التركواز. تمام. وده العجيك. اسعارهم كام؟ يعني كله بالجرام بيبقى. يعني مثلا في حدود الكام مثلا؟ يعني في جرام بيبدا من 5 جنيه وطالع. طب الحمامه الصغيره ممكن اشوفها؟ ما شاء الله حاجات تحفه عندك بجد. بكام دي؟ دي تعمل لها 120. والمتابعين القناه طبعا حاجه تانية. حاجه تانية طبعا. تمام جميله بس قوي. والحجر الاخضر ده اسمه ايه اللي هناك ده؟ ده ولا ده؟ الاثنين. ده اماتيست وده عجيك. تمام. والحاجات دي فضيات دي ولا بلاتين؟ فضيات. كل اللي هنا فضة. والبومة دي في المحل التاني. البومة دي عيك. عيك. طب بكام؟ دي تعمل 220. طب انا عايزاك تعمل لي مثلا هدية مثلا لكل متابعين القناة، تنقي كده هياخد مثلا حاجة. تمام. معينة. ما فيش مشاكل يا جماعة. في المتابعين القناة اللي هيجي ياخد يشتري حاجة هياخد فوقيها حاجة هدية، وهنشوف ايه هيديكم ايه الهدية، يعني هنشوفها كده في الاخر. البايركس. ده البايركس. ما شاء الله حاجات تحفة. ده على كام؟ الطقم ده يعمل 650. تمام. واللي فوق ده؟ ده يعمل 550. طيب ده من 140. طب والكريستاله دي الشمعدانة؟ الكريستاله الشمعدانة دي تعمل 210. طب والحجر ده؟ ده كريستال برضه. دي تعمل 75 جنيه. تمام. حاجتك تحفة بصراحة. حلوكي. كلها نظيفة ما شاء الله. يعني هنتفرج دلوقتي على الاكسسوارات. هي دي كل دي فضيات؟ دي كل فضة ايطالي دي. الخواتم فين بقى؟ الخواتم اهي. دي تشكيلة الخواتم الفضة. حضرتك قلت ايطالي صح؟ ايطالي. ايطالي وسويسري وتركي وكده. طب انهي الافضل؟ افضل السويسري طبعا. اغلى يعني ولا اغلى؟ بكام؟
جرام ويعمل 45 جنيه، لكن الايطالي جرام ويعمل 35. ما شاء الله حاجات حلوه حلوه قوي. السوسري ده شغل زي كده ده دي زي الذهب الابيض كده ما بيصديش. لا طبعا الحاجات دي ما بتصديش يا جماعه، والحاجات دي مستورده. ده تحفه قوي. ده عامل كام؟ شوفوا يعمل كام. تمام شوفوا لي كده يعمل كام. وده تحفه يا صفاء، وده جميل، حاجات جميله. شربوا حاجه. الله يبارك لك الله يخليك. شكرا. شايفين دي اللي هي الايطالي؟ ايطاليا دي الايطالي، هوريها لكم كده. تحف فنيه بجد يعني. اسعارها بتتراوح من فين لفين؟ انا ده لابسه يا لهوي في ايدي. بصوا في حاجه حلوه قوي اهو، ده ملفت قوي اهو، حلو قوي الايد. بس ايه عايز حفلات يعني. وده برده رقيق قوي. ده عامل كام؟ لا رب عايز اصدق في حدود 210. خلصنا جوله الخواتم، هنبتدي دلوقتي في جوله الانسيالات. زي ما انتم شايفين كده اهو، اسعار الانسيالات بتبتدي من كام؟ بتبتدي من 180 طالع. نوعها ايه الفضه؟ ايطالي ومصري وسويسري وتركي. يعني حاجات موثوق فيها. ده اللي هو الشغل المصري. فين المصري؟ ده اسعاره بتبدا من كام؟ 200 طالع يعني عشان تقيل شويه. طيب والحاجات الرقيقه قوي دي؟ ده كله سويسري وايطالي الرقيق. تبدا برضو من 170 150. دي سلاسل ولا انسيالات برضو؟ دي خلاخيل. خلاخيل. اسعارها بكام برضو؟ يعني برضو بيبدا من 180 وطالع. ودي الخواتم الفرعونيه صح؟ ولا هي دي حلقان؟ دي دلات. دلايات. زي ما اتفقنا يا جماعة، لمتابعين القناعة ليهم اسعار خاصة. يقول لهم انا تبع فوفا جاست، وهو عارفني استاذة وفاء، هيبقى ليهم معاملات خاصة. الكلام ده رسمي. تمام. الفضة دي شكلها حلوة قوي، وشكلها باين ان هي فضة. دي مصري ولا ايه؟ مصري دي. هو الفرعوني كله. ايوه. والاحجار الكريمة تبتدي من كام؟ اللي فوق دي. دي؟ برضه بالجرام دي كله. بالجرام؟ مفيش غير في الجناب دي اللي فوق دي. حتى بتعمل 50 و80 جنيه كده. اللي هو أول صف فوق خالص. تمام. دي الحلقان. دي بقى الحلقان. برضه الحلقان بتبتدي من قد إيه؟ من كام كده؟ الحلقان برضو بتبدا من 100. انا عايزاك برضو ايه تخليك حنين كده في الاسعار. انا شايفه ايه 200 و150 وحاجات كده. انا على حسب الوزن برضو. انا ما بقول لك كده يعني. لا يعني برضو الاسعار برضو تبقى حنينه برضو عشان الناس ايه. هم الناس تيجي وتشوف اللي عايزاه وانا تحت امرها. الله يبارك لك. وهنشوف الهدية بتاعت متابعين القناة في اخر الفيديو. هي ايه دي؟ ايه دي؟ ده اوجد احجار كريمة هجيبه. طب بتبدأ من كام؟ اسعارها كام؟ دي يعني العقد يعمل له 250 يا اختي برضو؟ تقيلة صلاة. حجار حلو. ودي بقى السلاسل. سلاسل الخواتم. تمام. بتبتدي من كام؟ دي السلاسل الرجالي دي بتبدا من 400 وطالع. تخينه دي. ودي الخواتم الرجالي لو حد عايز يجيب هديه.
هدية رجالي يعني قيمة اهي، سلاسل رجالي وخواتم برضو رجالي، احجار كريمة وفضيات اهو. زي ما انتوا شايفين كده اهو، ودي برضو انسيلات رجالي، دي اساور حريم ورجالي، حريم ورجال اساور حريم ورجالي، بس دي شكلها رجالي اكتر. برضو بتبتدي من كام الاساور دي؟ بتبدا من 200 وحاجه بقى. طيب ماشي، بتبقى تقيله. ممكن تطلع لي دول بس عشان تمام. ودي اللي هي الاطقم الكامله الفضيات دي، ولا هي ده كله شبه بعضه، ولا كل واحده لوحدها؟ كل واحده لوحدها. في حاجات بس بتبقى 3 ادوار مثلا. بتبدا من كام بس قولي الاسعار بس عشان ايه يعني. بصي، كل اغلبيه الحاجات دي تبدا من الاوبال مثلا، دي تعمل 150 جنيه للواحده، اول واحده. الاوبال الثانيه اللي هي الحمراء دي، الحمراء. في برضو اوبال تاني اللي هي الكفة دي، الزرقة دي، تعمل 150. تمام. ده كله يا جماعة احنا بنتكلم في فضة موثوق منها وحاجة كده نظيفة. هو السوس اللي فيه اللمعة صح؟ حلو. اخواتنا المسيحيين برضو ليهم حاجات خاصة بيهم. حلوة قوي الزهرة دي، رقيقة. هعمل 105. 105؟ خلصنا الفضيات، هنبدأ دلوقتي في الكريستالات. انا سمعت دلوقتي بيقول لزبونة ان الكريستالات بتبتدي من 10 جنيه، فاحنا هنشوف دلوقتي اللي عايزة تزوق النشهة، لو عروسة، لو اي حاجة ممكن ايه هتحتاج ان هي ايه، لو عايزة تجدد الحاجات دي ليها ناسها وبتبقى ايه حلوة قوي. تعالى بس ايه في الرف ده مثلا وقول لي الحاجات دي. ايوة بس دي تعمل 25. هي دي بالنور ولا ايه؟ ليها غطا من فوق كده. تمام. ودي كام؟ عايزك بس تبقى حنين كده على الناس. 25 برضه، ده بصي كله 25. الحاجات دي يا جماعه بصوا، عايزه اقول لكم ان هي مش كبيره قوي زي اللي في الصوره عشان ما تتغشوش، يعني حاجات كده صغيره اناتيك تحف. تمام. ده كله ب10 جنيه. دي هي دي ب10. دي ايه؟ طيب ايه؟ ازاز برفانات وكده بس بتحط في النيش. تركيبات وحاجات كده. بتحط في النيش برضه. ده في حاجات حلوه قوي قوي اهو. فيها لو بتاع وحاجات حلوة قوي، هحاول ان انا اوريكم على الطبيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. دي حاجة شبه الجمل كده اهو، جميلة قوي. وده فيل. هي دي انتيكات يعني مش اكتر. هي ازاز، دي ازاز برفانات وتركيبات بس ايه شكلها كده انتيكة يعني. ما هي الفرق في الجرامات بقى مش في ال. اوريكوا كده ايه كلها، هي ازاز برفانات صح؟ بس بتبقى الاشكال في الشغل النخل ده، بتحط منظر حلو بقى. الله حلو قوي. بكام دي النخلة؟ هي ممكن واحد مش لازم يحط فيها دي تعمل 90 جنيه. الورة دي تعمل 160. النخلتين دول. برضو هنا في مجات. بكام المجات الفرعوني دي؟ ده كله ايطالي وسوسي. اللي قلت مجات الفرعوني دي على كام؟ بصي، ده اللي هو الشغل الصيني والهندي ده يعمل 50 جنيه مصري. ده اللي هو الشغل المصري هو فتحي محمود بورسلين يعمل 60 و70 جنيه المج. تمام. ده برضه نفس النظام فتحي محمود.
كده. تمام. عايزه اوريكم الاحجار الكريمه، ده الزمرد، ده برضو بالجرامات ولا انت عارف اسعاره؟ ده بالجرامات طبعا. شايفين لمعته ازاي؟ وايه ودول ايه؟ ده اللي هو الاوبال. الاوبال. شايفين؟ ده نوعه ايه؟ حجر اسمه جاد. جاد؟ شايفين اللمعات فظيعة تحفة. ده الاماتيست. اماتيست؟ الالوانات موحدة يعني، ما لاقيش مثلا زمرد لون تاني؟ هو الزمرد باللون الاحمر بس ولا؟ اللون الاحمر. في زمرد اخضر برضه. طب ده بتقولي اماتيست وهو اخضر، افرقه ازاي؟ ده بقول لك اسمه حجر جاد، ده الاماتيست. ده اماتيست. ده اماتيست. شايفين؟ ده 105. يعني حاجات عنده بصراحة قيمة جدا. وشكله بأمانة. لا ما احنا لو هناخد وهتصدي لا مش هينفع، ما انا عارفه ان هو. انا بقول لك بقول له المحل جاي هو بيقول لو حاجة صدت تعالوا. صفا شوفي ده، شوفي ده. يعني بص، الشغل السويسري والايطالي بيبقى ماخد طبقة روديون اللي هو الذهب الابيض. لكن الفضة العادية اللي هي المصري مش بتبقى ماخدة طبقة روديون، اللي هي بتبقى مطفية. بتبقى مطفية. بتبقى الشغل المصري ده بتاعنا. تمام. لكن ده بيبقى الشغل اللي جاي مستورد. طب فين الايطالي؟ وروه للناس برضه عشان تعرف. ده اللي هو الايطالي. اهو ده اللي في ايدها اللي هو السويسري. اهو ده الايطالي. ايوه زي عرفته يعني. عشان باللمعة بتاعته. لكن الخدمة هتلاقي واحد كلهم. فين الايطالي وفين المصري؟ ندى بازار اهو. لو عايزين ارقام التليفونات يا جماعة. خلاص والله العظيم عشان خاطرك. وهدية لمتابعين القناة المج الحلو ده، اي حد هيجي يشتري من عنده هياخد المج ده هدية. زي ما انتم شايفين كده شكله حلو وفرعوني وعليه الحاجات دي. هو قال لي اختاري اي حاجة، اي مج. انا اخترت اللي هو ايه الكتابة الهيروغليفية علشان كده ايه عجبتني، وان شاء الله ايه تنبسطوا. كنا معاكم النهاردة في بازار ندى للسياحة، وان شاء الله هيكرمكم. وهو وعدني ان في تخفيضات جامدة جدا لمتابعين القناة. كانت معاكم وفاء عبد القادر من قناة فوفا جست. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.